السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهتزت ولايتي سمسيلة اليوم الاثنين على وقع خبر صادم وفاجعة أليمة، حين لقي شخصين حتفهما إثر انفجار عجلة مطاطية لشاحنة من نوع شاكمان بولاية سمسيلة. وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد سجل حادث الانفجار لعجلة مطاطية لشاحنة من نوع شاكمان في حدود الساعة 12:30، حيث تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بحي 168 مسكن بلدية سمسيلة من أجل حادث يتمثل في انفجار عجلة مطاطية لشاحنة. كما توجهت إسعافات الحماية المدنية إلى عين المكان، حين تم تسجيل وفاة شخصين يبلغان من العمر 72 و56 سنة، تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث لذات الولاية رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناتها.